السلام عليكم، كدر اختي بخير. شكرا على هذه القنوات تنبيعون فيهم، الله يجازيكم بخير. عندي هاد الطاوله الرياضيه، هي الدراري تيعرفوا واش كيديروا بها، باقا جديده ما عمرها تستعملت نهائيا. مزيان الناس اللي كيضرهم الظهر، والدراري كيبغيو يديروا في هذاك الشيء ديال كيديروا داك الشيء ديال الميسكيلاسيون الحديد هي بقية جديدة ما عمرت استعملت نهائيا. خداها ولدي ولكن داير لاصال ما بقاش استعملها. هي شي طاولة رياضية جديدة، الثمن 600 درهم، حي البركة، الدار البيضاء، 06/67/80/27/14. أنا واخداها ب1000 درهم، بغيت فيها 600 درهم، يعني باقا جديدة ما عمرها تستعملت نهائيا. اللي بغاها مرحبا به. شكرا أختي، الله يجزيك بخير. كم البنات لاباس كيدايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. عافاك أختي، حتى لي هاد صالونجي صغيرة عندك فيها جوج الكراسة، الثمن ديالها كنطلب فيها أختي 600 درهم، قابل للتفاوض واحد شوية. أنا دوزيام معاه، التليفون 07/18/39/51/66 كازا، واللي بغا يتصل بيا ويكون خير ان شاء الله. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جبنا لكم اليوم هاد المبره المحفره ديجيتال، شوفوا اللون ديالها شحال غزال في الضوغي، وفي هاد اللوينات كيف ما كتشوفوا المخدة ديال 90 دايرة كلها بالكابلي والقالون، درنا لها دوبل لسان باش تجي المخدة تخو شارجي، ولي كالدو كيف ما كتشوفوا تاهما جاو على هاد الشكل هذا، جاو غزالين. فبالنسبة لهاد الدارة البنات فيها 10 المخاد ديال 90 كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، وفيها 4 ديال لي كالدو على هاد الشكل هذا، وفيها 12 متر ديال التلميطة ما بين ديبارات فيهم شي 5 ديبارات كديرهم اما ديبارات او لا مضام كل وحدة، واشنو باغا ديرهم ولا تزيدهم خات كل وحدة والاحتياجات ديالها. ف 12 متر ما بين ديبارات وما بين التلامط. وبالنسبة للثمن البنات كيبقى فقط ب1200 درهم، 1200 درهم. غتفرشوا الصالون ديالكم بالمبره المحفره على هذا الشكل هذا، شي حاجه رائعه. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 06/03/10/89/83، 06/10/03/10/89/83. فمرحبا والف مرحبا بالجميع. اللي كيسولنا فين كنتواجدوا، فاحنا كاينين في مدينه الدار البيضاء، وعندنا توصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب. مرحبا بالجميع. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. لعشاق اللون الاسود بزاف ديال البنات بقاو كيطلبوه لينا، وما كانش الثوب متوفر، دابا ملي جبنا الثوب فمرحبا والف مرحبا. جبنا لكم هاد الستيل هذا، كيف ما كتشوفوا المخده دايره كلها بالكابلي والقالون ودوبل اللسان، خياطة كيف ما كتشوفوا متقونة ماشي سواقية، البروكار بومبي في البرونز والنوار جا غزال، ولي بتي كوسان كيف ما كتشوفوا فتاهما على هاد الشكل هذا، والمخدة كيف ما عودناكم البنات فهي دو فاس. حنا حاولنا نديرو جوج مخدات باش نقربوا لكم اكثر ونوضحوا لكم الصوره كيفاش كتجي التفريشه، فكتجي غزاله على هذا الشكل هذا. فبالنسبه لهاد الدار البنات فيها 11 مخده كبار، 11 مخده. شوفوا اللور ديالها كيفاش كيجي، يعني ممكن انك ديري مخده هكا ومخده نص نص، ولا ديريهم كاملين ورده ولا كاملين نص نص كل وحده، والذوق ديالها وكيفاش كتبغي تفرش
فكاينه 11 مخده، 4 ديال لي بتيكوسه، و 12 متر ديال الطلميطه. التوب ديالها راه غزال ما شاء الله واقف، كيف ما قلت لكم 11 مخده كبيره و 12 متر و 4 ديال لي بتيكوسه. وبالنسبه للثمن البنات فهو فقط 1200 درهم، 1200 درهم البنات. فمرحبا بالجميع، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 06 04 34 63 75، 06 04 34 63 75، اللي كيتسولنا فين كنتواجدوا. فاحنا كاينين في مدينه الدار البيضاء، وعندنا التوصيل لجميع المدن داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب. مرحبا والف مرحبا بالجميع.